السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما انتم شايفين النهاردة هنعمل علامات استرشادية، مثلا فليكن عندنا نو سموكن وممنوع التدخين، مدخل طوارئ شكرا لعدم التدخين اكزايت، والعلامات دول اللي هنبدأ ايه نشوفه ايه اللي هنعمله. يعني مثلا لو جينا نو سموكن اهي، مثلا باخد المربع حسب المقاس المطلوب، نغير اللون كده بس الاول عشان ايه، وطبعا بنعمل الفريم نخلوه واحد وصح، وبنفك الشكل بعد ما فكينا الشكل بنمسكه وكنترول ام، خلوا الاستروك مثلا اسود، بناخد العلامة انا مفكوكة وجاهزة معايا، انا اكبرها كده عشان اوسطن شكلها. طبعا انت مش شرط انك تشتغل زي ما انا شغال، يعني انت التصميم اللي انت اللي يريحك، بس انا بحطك ايه على البادي بس، يعني على البداية. كده انا بصمم الملصق زي ما انا عايز. طبعا الكابتل والصومال نو طبعا بغير الخطوط كده، عايز خط عريض وادي كلمة سموكي. انت بتلاحظ هنا ان كله بيمشي معانا على ايه، على ان اي لوجو يعتبر لوجو او بغير خط دي بس شوية كده نشوف الخطوط اللي عندنا ايه، او نضخموها. كده انا عملت ايه علامة نواة، طبعا بوصل فيها واكبر زي ما انا ايه زي ما انا عايز. كده انا عملت علامة ممنوع ايه، ممنوع التدخين. الله المستعان. نحذف دوله، خلي علامة ممنوع التدخين تاني. ده طبعا لو انا فرضيا حمام للسيدات، كل ما عليه ان انا اجيب الصورة بتاعت الست كده واكتب WC. طبعا الوانك اختيارية اللي انت عايز تعمله بالالوان، بس هي ايه
حبيت اعملها رجال بشيل دي وبحط ايه علامة الراجل. كده رجالي وحريمي، هشيلها واحط علامة ذو الاحتياجات الخاصة. برضو ينطبق الشكل على الطوارئ والخروج وانت اي ملصق بعد كده بتعمله بالطريقة ايه، بالطريقة السهلة. هتقول لي هجيب الاشكال دي منين؟ اقول لك هنفتحه صفحة نت، بكتب ايه انا في هنا في السيرش بتاعي، بكتب علامات مثلا ممنوع التدخين، باجي هنا في الادوات وادوس هنا، بصوا صور، باجي هنا في الادوات كده ما ادوس على الادوات بجيب ايه النوع، وبجيب رسوم خطية واخد الشكل اللي انا ايه اللي انا عايزه في اشكال حلوة، ها وهكذا الامر. طبعا انت كده لو ما كنتش اشتركت معانا في القناة يزيدنا شرف انك تشترك، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، وان كان ليك اي رأي تسيبه في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليك، وتشير الفيديو لاصحابك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.